مرحبا فيكم عليكم بالعافية. اليوم عم نحضركم أنا ومحمد، كنا شيف محمد من كايتا مشكور دائما عم بيجينا من أبو ظبي، عم نحضركم شيء طبق لذيذ اسمه الشاكرية، وهو ايش كمان بسموه لحمة باللبن، له كثير أسماء ما هيك؟ لحمة باللبن. لحمة باللبن شاكرية. طبعا كنت أنا كثير قاعدة عم بستنى أشوف محمد كيف عمل اللبن، فحبيت انه هو حط اللبن على طول ومع انه سخن. انا بحكي بس خلصي حيشرحلكم كيف على طول وراك. بس خليني احكي لكم الريسيبي قبل ما احكي لي اسرار الطبخ عند الشيف محمد وشاكرية. عشان نعمل شاكرية اليوم ما احنا محتاجين ل 300 جرام من اللحم البقري الاحمر، يا ريت نتاكد انه احنا شايلين كل الدهن اللي حواليه واحمر تمام، لانه بدنا ما يكون في اي دهون حتى نقلل اولا من السعرات الحراريه، ثاني شغله من الاثر على الجسم وعلى الشرايين. بنقطعه لمكعبات زي ما انتم شايفين، مكعبات صغيره اوكي، مقطع لمكعبات. بعدين بناخذ 6 حبات من البصل المقطع و4 اكواب من اللبن الزبادي، واللبن اوريدي قليل الدسم. اذا انتم بدكم سعرات حراريه اقل، بس انا كوفاء دائما بنصح بكامل الدسم يا محمد. كامل الدسم ما بحب قليل الدسم، لانه الفرق بالسعرات الحراريه مش كتير، بفضل اقلل الدهون من الزيت من القلي على اني اغير يعني من اللبن. بحب اللبن زي ما هو، عرفت كيف؟ زي ما الله خلقه. بحس انه فائدته اكثر وبيعطي للجسم احسن. بعدين عندنا معلقتين من الذره، سوري النشا. النشا اللي انت حطيته. انا حقول لك شو حطيت هلا. خلطنا اللبن اول شيء على البارد مع النشا والمي، شويه نشا مع المي، وحطيت له ملح بس حاليا، وحطيته على النار وعم بتحرك. في ناس بتضيف لها بيضه، في ناس بتحط لها بيضه. لا انا ما بحط، انا بعمل زيك، بحط نشا. النشا عشان يمسكها وما تفرط معاكم اللبن. طبعا لازم يكون استمراريه بالتحريك، لانه بسهوله جدا بيفرط اللبن اذا ما تحرك. فلازم يكون واحد عم يحركه اثناء الطهي لحين الغليان. وبنحط كمان نص معلقه زيت زيتون، نص معلقه من الثوم. الثوم اوكي المفروم، معلقتين من النعنع وانت فرمته اوريدي. نعم موجود. من الكزبره المفرومه كمان. ومعلقه من رشه ملح ورشه فلفل وقرفان من القرفه. عودين من القرفه. عودين من القرفه بحجم الاصبع الصغير، وورق غار. نعم. وبتحط 5 إلى 7 حبات من الهيل. طبعا احنا الهيل يعني حدث ولا حرج عن فوائد الهيل، اكيد حنتكلم عنه هلا. احكي لي هلا، بنضل طيب. نحرك وبعدين بنحرك لحين الغليان. اول ما يغلي بنرفعه على النار، لانه ما بده هذاك الوقت الطويل اللبن. طيب. خاصه يعني اوكي، بس مجرد ما يغلي بنحاول نرفعه عن النار. هو أوكي. تقريبا شبه جاهز. اوكي نزود شوي الحراره. اوكي بعد ما تمام. نشيله عن النار شو بنعمل؟ من قبل ما نشيله عن النار بنضيف عنا البصل المسلوق. أوكي. شوي. واللحمه طبعا بتكون مسلوقه على جنب مع الهيل والقرفه ورق الغار. اوكي والملح والبهارات. نسلق اللحمه لحالها. اللحمه على جنب. اوكي واخر شيء بتتمكس مع اللبن والبصل والملح والبهار. احنا هيك بنضل حرك لحتى هلا نحن الشباب. طبعا الالبان، وانا بفضل اللبن الكامل الدسم. الكاسه الواحده فيها 150 سعره حراريه تقريبا. الكاسه قليله الدسم 120 عفوا، وخالي الدسم في 85 سعره حراريه في الكاسه اللي هي 240 ملي. تمام. يعني الفرق بالسعرات محمد مش هذاك 35 سعره حراريه، وهذا مش كثير. هلا طبعا اللبن بيعطيني كالسيوم، بيقوي العظام، بيساعد على في بكتيريا نافعه بتحسن من عمل الجهاز الهضمي. والكاسه الواحده فيها 12 جرام كربوهيدرات، 8 جرامات من البروتين، و5 جرامات من الدهون اذا كامل الدسم، وبتعطيني حوالي خلينا اقول زي ما حكينا 150 سعره حراريه اذا كان كامل الدسم. لما انا طب هاي الاكله مع اللحمه، واللحمه فوائدها رائعه، هي سيف ذو حدين. ما اكلها بكثره، يعني اكلها مره واحده بالاسبوع او مرتين. ليش؟ لانها غنيه بالزنك،
هي مصدر هيم، مصدر الهيموجلوبين اللي بيزيد خضاب الدم وبيزيد الحديد، في فيتامين بي 12 واللي مش موجود الا في اللحوم الحمراء بالتحديد. عشان هيك احنا دائما النباتيين منهم بيكون عندهم فقر دم او نقص في الحديد او نقص في فيتامين بي 12. فعشان هيك يا محمد دائما بنقول خذ اللحمه الحمراء، لانها على الاقل مره بالاسبوع كبده، كبده دجاج، كبده لحم. ليه؟ لحتى انا اقوي خضاب الدم عندي وما اعاني من نقص في الحديد او نقص فقر الدم. غير انه هي غنيه بالمغنيزيوم بالبوتاسيوم، فيها فوائد كثير ما بدنا نزيد منها، لانه ممكن ترفع الدهون في الجسم، ممكن ترفع الكوليسترول في الجسم، ممكن تسبب، لانه هي فيها دهون مشبعه، فزيادتها عن الحد، يعني لو كل يوم لحمه 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 انا سببت في انسداد الشرايين في جسمي وهيك اثرت على جسمي سلبا. طيب انا عم طبعا عم بحكي معكم وعم بستنى محمد، لانه لساته مستمر في التحريك حتى ما يفرط مع اللبن واللحمه تكون جاهزه لحتى. انا هلا حضرت الطبق هون، انا من شوي حورجيكي كيف طلع معنا طبق الشاكريه. طبعا عم بجيب محمد طبق الشاكريه زي ما قلنا، حط اللحمه المسلوقه فوق اللبن اللي عمله والبصل باستمرار والبصل. اوكي يا سلام. طبعا بالنهايه الثوم والكزبره او الثوم والنعنع على شوي هيك تانش. طبعا حط الشيف اللحمه فوق اللبن وزينها بالكزبره. طبعا شايفين البصل مع اللحمه مع اللبن، شوف كيف شكلها طري. فينا نضيف عليها شويه سنوبر اذا حابين، فينا نحط اذا بتحبوا شويه سنوبر. يلا شويه سنوبر بس على الدقيق حسب الرغبة. الناس اللي عندهم حساسية مكسرات أكيد لا، بس شوفوا شيء وشوفوا كيف الشكل. طبعا بتاكل جنبه رز أبيض أو معكرونة كمان. إذا نرجع منعيد مثل ما حكينا، اللحمة بتنسلق على جنب مع التوابل والبهارات، القرفة والهيل والبهارات الموجودة عندنا، وإضافة لللبن حينعمل على جنب يتحرك باستمرار مع إضافة النشا والملح والبهار او الفلفل الاسمر، وبعدين والبصل بيكون مسلوق عنا طبعا على جنب كمان، وبالنهايه كلهم بيتمكسوا مع بعض لمده 5 دقائق يغلي اللبن مع مع الصلصه، وبتقدم بهالشكل هذا مع الوش شويه سنوبر، وفي ناس بتحب له كزبره وتوم ونعنع بالنهايه. وهيك طبقنا بيكون جاهز. وشو بنقول للناس؟ شو بنقول لكم بالاخر؟ عليكم بالعافيه، صحتين وهنا.